القوات العراقية تحرر أحياء الجماسة والكندي والقيروان في الساحل الأيسر للموصل. داعش يحشد آلاف المسلحين لمعركة دير الزور، والجيش السوري يعيد انتشاره حول المطار ويصد هجوم التنظيم. تحرير كامل بلدة عين الخضرة في وادي بردة من سيطرة المجموعات المسلحة. احتجاجات في القرى والمدن البحرينية تنديدا بإعدام الشبان الثلاثة. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان العراقي عبد الله بدران من شرق الموصل. ومن الميدان السوري ديما ناصيف من دمشق. من الميدان اليمني أحمد عبد الرحمن من صنعاء. لمتابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستديو الباحث العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر. أهلا بك سيادة العميد. نبدأ مباشرة اليوم من الملف العراقي، حيث حررت القوات العراقية أحياء الجماسة والكندي والقيروان في الساحل الأيسر للموصل وفق ما أفاد به مراسلنا. كانت نشبت اشتباكات متقطعة بين القوات العراقية ومسلحي داعش عند أطراف حي الشرطة بعد دخول القوات العراقية حيي الأندلس الثانية والشرطة في الساحل الأيسر من المدينة. نائب رئيس الحكومة المحلية لمحافظة نينوى قال للميادين إن داعش في حال انهيار في الساحل الأيسر، متوقعا تحرير الساحل الأيسر اليوم. تواصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب تحرير حي الأندلس الثانية ضمن اندفاع مستمرة بحرب الشوارع بعدما حررت الأندلس الأولى. القوات العراقية في هذه المنطقة تتعامل بحرب شوارع وبضوابط وجود العامل الإنساني لأسباب وجود مدنيين لم يغادروا. والله المعركة ماشية إن شاء الله، وهسه متقدمين والساعات القليلة سوف نحرر الحي بالكامل إن شاء الله. يعني نتقدم القطاعات، هذا حي الشرطة وحي المعلمين، وهذاك الفندق اللي قدامكم واضح جدا القصور الرئاسية، وبهالاتجاه حي الشرطة إن شاء الله عملية تطهير مستمرة واشتباكات موجودة قريبة جدا. أكثر من قوة تدخل شوارع حي الأندلس الثانية من أجل الاندفاع إلى محورين باتجاه فندق نينوى، وهو يمكن ما ترصده كاميرا الميادين. هذا المعلم البارز في مدينة الموصل، مقر قيادة وسيطرة لمسلحي داعش. داعش استخدم سيارتين مفخختين حاول بهما المشاغلة في حي الأندلس الثانية وكذلك في منطقة الحدباء، حيث قطعات الجيش العراقي تقدم الإسناد قوات العراقية. واضح جدا من أسلوب المعركة والسيارات المصفحة التي تعتمد في حرب الشوارع أن القوات العراقية وصلتها التعزيزات منذ الاندفاعة السريعة التي حصلت بتحرير جامعة الموصل وكذلك بقية الأحياء. اشتباكات عنيفة تخوضها القوات العراقية ومعالجات بالرشاش الثقيل على مواقع تواجد مسلحي داعش في الأندلس الثانية، كذلك تتقدم قوات النخبة العراقية في هذه المنطقة باتجاه إحكام السيطرة عليها بشكل كامل. القوات أيضا كسرت دفاعات داعش في الحي العربي وتمكنت من الاندفاع على أكثر من حي. المتبقي وفق قيادة مشتركة هي 5 أحياء فقط. تستمر المعالجات العسكرية في ضد مسلحي داعش لتحريرها. تم اقتحام حي الأندلس وحي الشرطة من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، نبعد أقل من 700 متر عن ضفة نهر الدجلة، وهذا هو آخر معاقل كيان داعش الإرهابي. حرب وتأمين لتقدم الوزارات العراقية التي تكسر دفاعات داعش والسواتر التي قام بإنشائها
لقطع الطريق على تقدم القوات العراقية. حسم سريع وتقدم نوعي للقوات العراقية تحقق بعدما أنجزت مهمة تحرير جامعة الموصل وسيطرت بشكل أساس على حي الحدباء شمال الجامعة، وكسرت دفاعات داعش وطبعا الدفاعات عند آخر معاقل التنظيم في الحي العربي والشرطة والأندلس الثانية. من حي الشرطة المحرر في الساحل الأيسر للموصل، عبد الله بدران، الميادين. من شرق الموصل يبقى معنا عبد الله بدران ليطلعنا على آخر المستجدات. إذن عبد الله، من خلال ما ترصده الآن، هل سيتم الإعلان فعليا عن السيطرة على كامل الساحل الأيسر اليوم أم أن الموضوع لربما سيتأجل؟ عبد الله، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع عبد الله بدران. إذا نبقى مشاهدينا في الملف العراقي، حيث أن الوضع الأمني هذا وآخر تطورات عمليات معركة الموصل بحثها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف. الصدر أشاد بالجهود العسكرية والإنسانية للحشد الشعبي في قتاله ضد الإرهاب، كما حضر لقاء مستشار هيئة الحشد الشيخ سامي المسعودي ومعاون السيد الصدر كاظم العيساوي. إذا من شرق الموصل ينضم إلينا ويبقى عبد الله بدران. أسأل إذا عبد الله، هل فعليا يمكن أن يعلن اليوم عن أن الساحل الأيسر هو محرر بالكامل أم أن هذا الموضوع أو هذا الإعلان يمكن أن يرجع؟ فتون، بالنسبة للحسم والإعلان عن ذلك متروك للقيادة التي هي من تقرر الإعلان رسميا أو بانتظار عمليات المسح الأمني ورفع الألغام أو بانتظار الإعلان عن رصدها للعوائل التي حررتها والأحياء التي أنجزت المهمة فيها وانتهاء عمليات المعالجات الأمنية والمسح الأمني. بقي هناك قصف طبعا على مناطق الغابات على مواقع داعش فيها، على اعتبار أن هذه المنطقة تضم منشأة عسكرية ومقرا للتدريب، ووفق المعلومات داعش في هذه المنطقة عمد إلى إنشاء أنفاق وخنادق ومواقع لتسلل مسلحي وحركة عناصره، خصوصا في هذه المنطقة التي تشرف على نهر دجلة والتي تحاذي منطقة القصور الرئاسية والتي تقع على ضفاف النهر، تشرف على عدة منشآت. وعلى هذا الأساس في القطاعات العسكرية العراقية تحاول أن تعالج هذا الموقف بحذر، خصوصا مع رؤية ميدانية تفيد بأن الساحل الأيسر أمس بيد القوات العراقية. نتحدث عن تحرير عدة أحياء. داعش حاول اليوم أن يشاغل في الحدباء، حاول استهداف قطاعات الجيش العراقي ليل أمس، شن عدة هجمات بسيارات مفخخة حتى صباح هذا اليوم في محاولة لكسر دفاعات القوات العراقية انطلاقا من منطقة القصور الرئاسية باتجاه الحدباء. حاول استهداف نقطة التماس الرابطة ما بين جامعة الموصل، لكن الواقع في الميدان شهد أن القوات العراقية تمكنت من تطوير هجومها بعد عملية تحرير جامعة الموصل، تقدمت بشكل نوعي وكبير باتجاه مناطق الأندلس الثانية والشرطة وأحياء القيروان. المحور الجنوبي في عمليات جهاز مكافحة الإرهاب حرر منطقة النبي يونس ومرقد النبي يونس، وكذلك استطاع الاندفاع باتجاه المجموعة الثقافية وحقق هذا التماس مع القطاعات العسكرية العراقية التي حررت أحياء الكندي، وتمكنت أيضا من تحقيق تماس إضافي كانت القوات العراقية قد حققته بعدما تمكنت من تحرير الحدباء وعملت اتصالا عسكريا وتماسا مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب، تعزز ذلك بتحرير حي الكندي. لذلك القطاعات العسكرية العراقية في الميدان بشكل أساس كانت حتى يعني مع تسارع هذه الأحداث كانت حتى منتصف هذا النهار قد وصلت إلى حدود نهر دجلة وضفافه. ما يقولها أشكرك كل شكر عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من شرق الموصل. إذن إليك سيادة العميد، الأندلس، الشرطة، القيروان، الجماسة، الكندي، بعضها نراها الآن على هذه الخريطة وبعضها ربما هو أصغر من أن يوضع على الخريطة، لكن هذه المناطق من المهم جدا أن نفهم ماذا يعني تحريرها لجهة التموضع لربما العسكري العراقي فيها.
واضح أن الصورة بدأت تتظهر بشكل كامل، أن الساحل الأيسر بالكامل هو على طريق التحرير الكامل. هذه الأحياء الأساسية نحن نشهد فقط محاولات أخيرة، ومحاولات قد تكون لها هي المحاولات الأخيرة في منطقة الحدباء هنا على هذه النقطة، سيارات مفخخة وأيضا بعض الاشتباكات بين منطقة حي المهندسين ومنطقة حي الشرطة. ولكن الأحياء الأساسية كندي تم تحريره مبدئيا مؤخرا، القيروان هنا هي بعد الدخول إلى الجامعة فتحت في الميدان بوجه الجيش العراقي ووحدات مكافحة الإرهاب من الناحية الشمالية ومن الناحية الجنوبية، جميع تقريبا الأحياء التي كانت مستعصية. الجامعة لابد أنها كانت هي المفتاح الأساسي، مفتاح في قيادة وتنظيم داعش خسيره، ومفتاح أساسي ميدانيا يفتح على الأحياء التي بدأنا نتكلم عن حوالي 700 متر فقط تفصل عن نهر دجلة في على رأس حي الشرطة وعلى غرب حي الشرطة. نعم. واضح أن داعش بدأ تنفذ وحداته أو قوته أو إمكانياته، يحاول يعني كما ذكر عبد الله بأن يشاغل في كل الوقت عبر سيارات مفخخة، عبر طائرات مسيرة، صح، عبر كل الأساليب التي يمكن أن يتحصل عليها. ولكن هناك مؤشر أساسي وذكره عبد الله أنه في مناطق معينة بدأ يستعمل السواتر الترابية، صح. هذه لم يكن يستعملها داعش سابقا، كان يستعمل سيارات مفخخة وسيارات انتحارية. استعمال السيارات السواتر الترابية يعني أنه فقد قدرات في التفجير، فقد هذه المعالجات الأمنية. فقط للتنويه والتذكير، كنا نرصدها في تغطيات الميادين عندما كان في الآونة الأخيرة يقوم الجيش العراقي بفض هذه السواتر الترابية في إطار المعالجات الأمنية التي يقوم بها بعد فرار داعش من هذه المناطق. صحيح، لأنه مؤخرا لجأ إلى الأساليب التقليدية العادية في السواتر الترابية بعيدا، لأنه واضح أنه لم يعد لديه أي إمكانية. هناك فقط بما أنه يشاغل في السيارات المفخخة على منطقة الحدباء في شمال الجامعة هنا، لأنه ما زال مفتوحا من الشمال باتجاه المناطق التي هو يسيطر عليها، ولكن في الوسط في الأحياء الأساسية لم يعد يستعمل أي سيارة مفخخة لأنها أصبحت منطقة مكشوفة، الجسور مدمرة وهي مكشوفة على الوحدات يعني العراقية. يعني هو يوصد فيها مباشرة، هو الوسط فقد قدرته في الوسط هنا. إذا تكلمنا عن الوسط، فقد قدرته في الوسط الساحل الأيسر بالكامل، هو يشاغل فقط في المناطق الشمالية قليلا المفتوحة باتجاه الشمال والتي هي خارج الموصل مبدئيا. طيب معناها هذا الكلام يدل بأننا فعلا بتنا قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحرير الساحل الأيسر. إذن هذا يطرح الخطة أو المعركة التي تليها، وهي في المنطق منطقيا الساحل الأيمن للموصل، وهو ما تم أيضا التصريح عنه من قبل بعض المسؤولين الأمنيين العراقيين. كيف يمكن أن يسير خط المعارك في معركة تحرير الساحل الأيمن للموصل، وما هي المعرقلات أيضا وما هي المساعدات؟ سابقا قبل بدء المعركة كان يبدو أن الساحل الأيمن هو نقطة قوية لداعش أكثر من الساحل الأيسر، ولكن بعد أن تم محاصرة داعش من اتجاه الغرب بالكامل، وبعد أن وصلت الحشد الشعبي إلى مطار تل عفر وسيطرت على المناطق وفصلت نينوى عن الموصل مع غرب الموصل، أصبح داعش نقل وحداته وجهوده على الساحل الأيسر. لذلك تأخرت هذه المعركة في الساحل الأيسر، وكان هناك صعوبات للجيش العراقي. يبدو أنه استعمل أغلب قوته الأساسية في الساحل الأيسر، وأعتقد أن معركة الساحل الأيمن إذا كان هناك قرار في تحريرها سوف تكون أهين من الساحل الأيسر، لأنها يمكن الضغط عليها من الجنوب من اتجاه مناطق مطار الموصل وحي الغزلاني، يمكن الضغط عليها أيضا من خلال وجود الحشد الشعبي في مناطق تل عفر، أيضا يمكن الضغط على النقاط الرئيسية والأساسية باتجاه غرب الموصل. أصبحت محاصرة أكثر من الساحل الشرقي، من هنا أعتقد منورته أنها سوف تكون أضيق، ونعود ونقول إذا كان هناك قرار في تحرير الساحل الأيمن الآن. لكن أيضا هناك بعض الخبراء العسكريين يقولون بأنه لربما سيكون أعقد موضوع تحرير الساحل الأيمن، هي وجهة نظر أخرى، لأنه هذه المنطقة مكتظة أكثر بالمباني بالسكان، يعني طبيعة المباني فيها. صح، الساحل الأيسر كان أيضا مكتظم بالسكان، وحدثت أغلب المعارك بوجود السكان. حتى الآن كان يتكلم عبد الله أن في حي المهندسين وحي الشرطة هناك سكان هم بين أماكن المداخلات أو الاشتباكات المباشرة بين داعش والجيش العراقي. أعتقد من هذه الناحية السكان هم أخف من الساحل الأيسر، لأن الساحل الأيسر هو يشكل 60% مبدئيا من الموصل، هو مكتظ أكثر، وواضح أن داعش وضع
قدرته ومعركته الأساسية إلى الساحل الأيسر. هذا كان يبدو، لأنه لو كان لديه قدرات أكثر كان زج بها لمحاولة الدفاع عن الساحل الأيسر في الفترة الأخيرة. إذن ربما هي النقطة الإيجابية الأهم بأن داعش فعلا استنزف في الساحل الأيسر، وهذا ما سيقلل قدرته على المناورة العسكرية في الساحل الأيمن. صحيح، وخصوصا النقطة الإيجابية الأساسية استراتيجية هي أنه تم فصله عن وسط نينوى وعن سوريا، من هنا لم يعد لديه أي إمكانية لدعم الساحل الأيمن أو الساحل الأيسر. هو فقط في القوى التي بقيت بين الساحل الأيمن والساحل الأيسر دافع ونفذ معركته الدفاعية فقط. إذن هذا فيما يخص التطورات الحالية في الساحل الأيسر وأيضا الاستشراف لمعركة الساحل الأيمن. سيادة العميد، سننتقل الآن من الملف العراقي إلى الملف السوري، حيث دخلت المعارك في دير الزور منعطفا خطرة منذ بدء الحصار الكامل لداعش للمدينة قبل عامين، واضطرت وحدات الجيش السوري إلى الانسحاب من خطوط الدفاع حول المطار التي دخلها داعش، وتقطعت طرق الإمداد بين حي هرابش والمطار وبقية الأحياء على الضفة الغربية للفرات. يحشد داعش لهذه المعركة الآلاف من مقاتليه، فيما أعاد الجيش السوري انتشاره حول خطوط دفاع جديدة لمنع تقدم التنظيم إلى أحياء المدينة التي لا يزال فيها نحو 100,000 مدني. سيطر الجيش السوري على كامل بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردة في ريف دمشق، وذلك وسط قصف مدفعيا وصاروخيا استهدف نقاط المسلحين في المنطقة. كان الجيش السوري قد واصل عملياته العسكرية بعد خرق المسلحين هدنة وقف إطلاق النار واغتيال اللواء أحمد الغضبان أثناء خروجه مع ورش الصيانة من نبع الفيجة في وادي بردة. إذن سيادة العميد، نفتح الخريطة الآن على وادي بردة عين الخضرة، الآن في يد الجيش السوري وحلفائه. نتحدث فقط عن عين الفيجة التي هي لربما لا تزال في إطار يعني محاولة السيطرة عليها من قبل الجيش. كيف يمكن أن نرصد على الخريطة التموضعات العسكرية، نقاط القوى لربما نقاط الضعف؟ عين الخضرة صباحا كان هناك اشتباكات في عين الخضرة، ويبدو الآن أنه تم السيطرة عليها بالكامل من قبل الجيش العربي السوري بعد أن سيطر بالأمس على منطقة بسيمة. الهدف الآن الأساسي هو عين الفيجة، هو هدف ميداني وهو هدف أساسي استراتيجي له علاقة بالنبع الأساسي والذي كان هو أساس المشكلة الرئيسية. يبدو أن الأمور لم تأخذ الاتجاه في موضوع التسوية والتفاوض. صحيح. النهائي المسلحون نقضوا هذا الاتفاق أكثر من 4 مرات، وجبهة النصرة لها اليد الطولة في نقد هذا الاتفاق لاستغلاله لربما لأنها خارج الإطار السياسي. هذا ما دفع الجيش السوري إلى أخذ القرار، قرار الحسم العسكري. صحيح. هل نستطيع أن نقول بأنه يعني الموضوع مسألة وقت قصير وستعود الأمور إلى ما كانت عليه وتعود عين الفيجة بشكل كامل؟ صحيح، لأن الصعوبة من الناحية الميدانية كانت صعوبة هي عين الخضرة، لأن عين الخضرة هي مبدئيا على أول أو على مشارف الوادي بشكل كان هناك صعوبة. كنا نرى على المشاهد أو التقارير أن هناك الدبابات السورية كانت تأخذ زوايا منحنية لكي ترمي على منطقة عين الخضرة، وكان هناك صعوبة في نقل الوحدات ونقل العناصر والآليات. ولكن بعد السيطرة الآن على عين الفيجة، وهي مدخل أساسي إذا تكلمنا جغرافيا، هي مدخل تقريبا بنفس الارتفاع مثل عين الفيجة، أصبحت على امتداد، أصبح يمكن بالسيطرة بالنار من عين الخضرة على عين الفيجة، أصبحت المعركة أسهل من المرحلة الأولى. الآن نتكلم أعتقد عن وقت ليس ببعيد وتتم السيطرة على عين الفيجة إذا تم السير بالعملية كما هو مقرر حسب المعطيات العسكرية الآن. طيب سأعود إليك سيادة العميد لنفتح الخارطة الثانية حول سوريا، لكن قبل ذلك تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين ديما نصيف من دمشق لتطلعنا على آخر ما استجد في دير الزور. إذن ما الجديد لديك في المعطيات ديما؟ يعني كما تعلمين فتوم بأن تنظيم داعش بدأ بهذا الهجوم الكثيف وصعد من هجومه على الأحياء التي يسيطر عليها الجيش السوري داخل مدينة دير الزور منذ حوالي 3 أيام تقريبا. حشد لهذه المعركة الكثير أعداد كبيرة من المسلحين الذين استجلبهم من أرياف الرقة ودير الزور، وأيضا بعضهم كان في العراق في الموصل، وهو أيضا حشد الكثير من المفخخات، لكن حتى اللحظة لم يستخدمها
لكن المعلومات تقول بأنه هناك أيضا أعداد كبيرة من الانغماسيين الذين قد يستخدمهم في هذه المعركة. ما حدث بالضبط فتون هو أن التنظيم صعد من هجومه على أكثر من محور بالنسبة للمناطق التي يتمركز فيها الجيش. طبعا كما نعلم بأن الجيش يسيطر على حوالي 5 أحياء داخل مدينة دير الزور، إلى جانب وجود المطار العسكري وهو خط الإمداد الوحيد المديني والعسكري للمدينة ولحامية المطار. وبالتالي تمكن داعش من قطع الطريق اليوم بعد أن يعني سيطر على عدة نقاط يعني طريق كالمقابر وكذلك أيضا كتيبة جنيد وغيرها من النقاط التي تمكن من خلالها من فصل طريق المطار عن المدينة، وبالتالي يعني شطر أماكن سيطرة الجيش السوري إلى قسمين في هذه المدينة. طبعا الطيران اليوم لم يستطع كثيرا أن يعمل على اعتبار أن الاعتماد الأول في مثل هذه المعارك على اعتبار أن دير الزور هي منطقة بالكامل محاصرة من قبل داعش، لذلك لم يستطع اليوم الطيران أن يعمل بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود الغيوم. ربما يكون الوضع يعني حتى يوم غد هو الأفضل، يعني أفضل مما هو عليه اليوم، لكن لا تزال حتى الآن الاشتباكات عنيفة في كل النقاط التي يحاول أن يهجم من خلالها داعش. وطبعا الجيش يصد حتى اللحظة هذه المحاولات. طبعا لا ننسى أيضا فتون، وبشكل سريع جدا سأتحدث، أنه الخرق الأول الذي حدث في خطوط دفاع الجيش السوري عن أماكن وجوده في دير الزور هو كان في القصف الأمريكي لمستودعات عياش في الريف الغربي في نهاية العام 2015. صحيح. عندما حرم الجيش السوري من قوة المدرعات وتم تدمير أعداد هائلة من المدرعات التي كان يملكها الجيش هناك، إلى جانب طبعا مخازن الأسلحة الكبيرة جدا. الخرق الثاني الذي كان في القصف الأمريكي وقصف التحالف الأمريكي الذي كان على نقاط الجيش في جبل الثردة ومحيط المطار في أيلول العام الماضي، واستشهد يومها 62 عنصر من عناصر الجيش، إلى جانب أيضا تدمير مستودعات أسلحة وذخيرة للجيش السوري الذي لا يستطيع أن يعوضها بسهولة، نظرا لأنه فقط الحوامات هي التي تستطيع أن تهبط في مطار دير الزور بعد أن تمكن داعش من رصد المطار وأسقاط أكثر من طائرة للجيش السوري. وغالبا ما تستخدم هذه الحوامات من أجل نقل الغذاء ونقل الطعام أو حتى الجرحى أو الشهداء للجيش السوري، لذلك كان الوضع صعبا جدا. وهذين عاملين يعني أديا إلى تقديم المنطقة من قبل واشنطن إلى داعش بهذه السهولة، إلى جانب بأنه الحديث أو الهدف السياسي الذي كان دائما في حديث هيلاري كلينتون عندما قالت بأننا سنقضي على داعش في العراق لكننا سنجعله ينكفئ. نعم. في سوريا، وبالتالي تحويل المنطقة أو الشرق السوري كاملا إلى واحة للتنظيم، وبالتالي لم يكن مفاجئا أن يتمكن داعش من إحداث هذا الخرق أو تصعيد هجومه. نعم. اليوم في هذه المنطقة. لكن أيضا اعتبار أخير فقط اسمحي لي فتون، بأنه اليوم داعش يصعد من هجومه على دير الزور أيضا في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية على الطرف المقابل في الجانب العراقي، وبالتالي يحاول داعش أيضا أن يملك عمقا سوريا يكون مؤازرا له في هذه المعارك، وأقصد في عانا والحديثة. طيب فيما يخص وادي بردة ديما باختصار لو سمحتي، هل من أي مستجد حول هذا الموضوع، خصوصا بأنه يعني الخريطة تظهر بأن هذه المنطقة باتت بحكم المستعادة من قبل الجيش السوري؟ هو لم يتبقى سوى يعني منطقة أو بلدة عين الفيجي، يعني هي فقط خارج سيطرة الجيش السوري. طبعا تحرير نبع الخضرة كان منذ يومين، لكن عاودت المجموعات المسلحة وهاجمت المنطقة وتمكنت من السيطرة على بعض النقاط، لذلك تم الإعلان اليوم مجددا عن إعادة تحرير نبع الخضرة، وإلا هو كان في قبضة الجيش منذ يومين، لكن يعني لأن المعارك بقيت كر وفر. لكن حتى اللحظة فقط نستطيع القول بأنه بلدة عين الفيجي هي اللي يعني خارج سيطرة الجيش السوري، وهو أيضا لا تزال العملية العسكرية مستمرة لاستعادتها، وبالتالي يكون كل وادي بردة في قبضة الجيش السوري سواء بالمصالحات أو حتى بالعمل العسكري، وبالتالي نكون قد أنهينا تماما ملف المياه. نعم. الخاص بمدينة دمشق، وإبعاد هذا الملف تماما ونهائيا من ابتزاز المجموعات المسلحة في تلك المنطقة. أشكرك ديما ناصف مديرة مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من دمشق. إذن إليك سيادة العميد، سنفتح الخريطة الآن على منطقة القنيطرة، يعني نرى بيجن، حفر، خان أرنبا، حضر عذرا، خان أرنبا، عدة مناطق، جبهة الخشب. هذه المنطقة لو
نعيد التذكير بما يجري فيها، هل تنطوي الآن على خطورة معينة؟ هل الوضع فيها مستقر؟ هي لم تكن أبدا مستقرة هذه المنطقة، وخصوصا منطقة بيت جن ومنطقة بيت حضر ومنطقة حضر. هنا في المنطقة، منطقة حضر كانت دائما هدف للمسلحين، والمسلحين المدعومين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من العدو الإسرائيلي. كان هناك دائما رماية حساسة من المدفعية الإسرائيلية ومن أيضا صواريخ إسرائيلية على المدفعية التي كانت تحمي أماكن الجيش السوري في منطقة حضر. لأننا نرى هذا التدخل الجغرافي لحضر ولتواجد الجيش العربي السوري في حضر في المناطق الفاصلة بين منطقة بين جن وبين المناطق التي هي تحت سيطرة المسلحين في المناطق. طيب التموضع العسكري الآن فيها كيف بالنسبة للجيش السوري أو هذه المجموعات المسلحة؟ هذه هناك توازن تقريبا في القوى، لأننا نتكلم عن حوالي أكثر تقريبا من سنتين أو سنة ونصف، هناك كر وفر في هذه المناطق. وكما نقول دائما، عندما يكون المسلحون مأزومون وهم بحاجة لحماية من الضغط، تتدخل دعم معين من الجيش الإسرائيلي. ولكن يبدو أن الجيش الآن يحاول أن يحضر أو ينتزع منطقة بين جن، لأننا إذا يعني رأينا السياسة التي يتبعها بعد تحرير حزام أمن العاصمة وبعد التسويات في منطقة الدرخبية وبعد التسويات في المعضمية ودرية، هو ينطلق باتجاه الجنوب وهو يحاول الانتزاع والسيطرة وتحرير كامل النقاط المستقلة والمبعثرة التي يسيطر عليها المسلحين. أصبح الآن تقريبا منطقة بيت جن هي قد تكون هي هدف لوصل منطقة حضر بجنوب العاصمة وللحصول على هذا الامتداد الكامل الذي يحمي جنوب العاصمة من كافة النواحي مبدئيا. طيب هل بما أنك تتحدث عن الدعم الإسرائيلي للمجموعات المسلحة في هذه المناطق، إلى أي حد الآن الإسرائيلي فعلا قادر من جديد على محاولة التدخل في هذه المناطق ولو بشكل غير مباشر؟ هو دائما يستغل نقاط معينة هي غير موجودة، يقول أنه تم رماية صواريخ معينة، حتى أحيانا كانت تنطلق صواريخ من الأماكن تواجد المسلحين وتدخل في الأراضي المحتلة وتدخل في غير مناطق. هو يستغل دائما هذه النقاط المعينة لكي يرمي على النقاط الحساسة وعلى النقاط التي كانت دائما هي مفصل والتي كانت رابحة للجيش العربي السوري في المدفعية الحساسة، ولأن هذه المنطقة كما نعلم هي في مواجهة العدو الإسرائيلي، هي منطقة محصنة بالكامل بالأساس وفيها نقاط رماية دقيقة وعلى كامل الحدود باتجاه الجولان المحتل. من هنا كان بحاجة هذا التدخل، كان دائما يحتاجه المسلحين لمحاولة إعادة التوازن في مواجهة الجيش. طيب برأيك هل من الضروري أن نشهد فيما بعد، لربما تقول أنه الحالة العسكرية أو التموضع العسكري الآن متوازن، وهل يمكن أن نشهد تحركا أكثر من قبل الجيش السوري في هذه المنطقة أو هذا المحور أو هذه الجبهة، أم أنه الآن الأنظار لربما موجهة إلى مناطق أخرى لها الأولوية؟ الأولوية في كافة الاتجاهات، واضح أن استراتيجية الجيش هي في كافة الاتجاهات، ولكن المناطق الأخرى والتي هي مبدئيا قد تكون الآن قرارها بانتظار التفاوض في الأستانة وفي موضوع الجماعات المسلحة المعتدلة غير الإرهابية التي هي تتحضر الآن مبدئيا، ولكن بالمبدأ تطوير أو توسيع حزام أمن العاصمة هو أصبح ضروري للجيش العربي السوري. نحن نشهد الآن منطقة بردة، نشهد الآن المناطق الجنوبية بالكامل، هو يتوسع غربا ويتوسع جنوبا لإكمال هذه الميدان الواسع. طرحت الآن نقطة مرتبطة هي كل الارتباط، هو موضوع أستانا، وقد يعني تحدث محمد علوش القيادي في جيش الإسلام بأنهم سيذهبون إلى أستانا، هذا كيف يمكن أن ينعكس فيما بعد على موضوع هذه المجموعات المسلحة، واقع هذه المجموعات المسلحة، خروقاتها، هل ستبقى هذه الخروقات في الوضع العسكري، كيف يمكن أن نقرأ مشاركة هؤلاء في أستانا؟ هناك نقطة مفصلية أساسية في هذه الجماعات هي جبهة النصرة مبدئيا، لأن جبهة النصرة هي التي تعطل وتعطل، هي تعطل، هي خارج الاتفاق، ولكن التأثير الأساسي من الأتراك. هل تحاول أو تكون جدية تركيا في الضغط على جبهة النصرة وقطع نقاط تواصل جبهة النصرة؟ هناك معلومات تقول أن لا زالت الحدود في مناطق إدلب مفتوحة بالكامل على جبهة النصرة، هي تتحصن، هي تدعم نفسها، هي مفتوحة أصلا في اتجاه، يتم الحديث أيضا عن وجود ضباط أتراك في هذه المناطق السورية وهم من لربما يشرفون بشكل واضح على المجموعات المسلحة على الأرض. هذه النقطة المفصلية الأساسية، هل هناك جدية في قطع هذا الدعم لجبهة النصرة بعد
اتخاذ قرار في تبيان هذا الموضوع يصبح الحديث جديا عن موضوع التسوية، وأعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة لأن أغلب المجموعات أعربت عن انخراطها في التسوية وهي الآن، وخصوصا أن تركيا بالمبدأ هي بمواجهة روسيا وإيران هي داعمة لهذه المجموعات يعني وهي ضامنة لهذه المجموعات. يعني تعتقد أنه حتى هذه الساعة تركيا لا تزال تريد تعويم جبهة النصرة، دعمها، استغلالها كورقة سياسية، لن تكون جادة فعليا في أستانة في هذا الإطار؟ تركيا بتقديري هي بحاجة لفصيل قوي، لأن معركتها الآن في مناطق الباب، معركتها الآن في مواجهة الأكراد ومنع تواصل الإقليم الكردي في منطقة بين عفرين وبين منطقة منبيج، هذه النقطة الرئيسية. من سيقف مع تركيا في مواجهة هذه المجموعة؟ هي بحاجة لمجموعات داخلية محلية أو أجنبية من المسلحين، لأنه لا يمكن أو ليس لديها صلاحية كاملة في إدخال مجموعاتها العسكرية بطريقة مباشرة، وحاولت إدخالها في الباب وحصل ما حصل في موضوع الجنود الذين قتلوا والجنود الذين خطفوا وتم التنكيل بهم. هذه النقطة أساسية، هي بحاجة فصيل قوي أعتقد، هل هو سوف يكون النصرة في مرحلة معينة أو أنها سوف تقطع هذا التواصل مع النصرة؟ هنا السؤال الأساسي، ولكن يبدو كما كافة المعلومات أن منطقة إدلب ما زال مفتوحة على معابر باتجاه تركيا، وهذه النقطة التي تعطي مؤشر أن ليس هناك أي جدية تركية في الموضوع. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الميدانية لهذا اليوم. نبقى إذن في الملف السوري، حيث تمكنت الاجتماعات التركية مع المجموعات المسلحة في أنقرة من تشكيل وفد الفصائل المسلحة إلى الأستانة، وتكون أنقرة بذلك أوفت بتعهداتها مع الروس بعد أن أوفدت في الساعات الأخيرة رئيس المخابرات حقان فدان لإقناع الفصائل الموقعة على الاتفاق بتجاوز ترددها وتشكيل الوفد. ديما نصيف. حقان فيدان بنفسه في اجتماعات أنقرة مع المجموعات المسلحة. رئيس المخابرات التركية انتزع من الفصائل المسلحة بعد أسبوع وفدا إلى أستانا. وصل إلى قاعة الاجتماعات السيد المستشار حقان فيدان ونقل لنا رسالة واضحة وصريحة من السيد رئيس الجمهورية التركية، مفادها أن تركيا قيادة وشعب لم ولن يتغير موقفها من القضية السورية، وأنها تساند أي قرار سوف يصدر عن اجتماع أنقرة. جاويش أوغلو مع سيرجي لافروف أنقذ الاتفاق قبل نفاذ الوقت. الطريق إلى أستانا لتثبيت وقف إطلاق النار بات معبدا. الوفد سيثبت وقف إطلاق النار في أستانا كي لا يخسر الطرفان رهانهما السوري. لروسيا الاستئثار بشروط التسوية السورية في جنيف، ولتركيا الإطاحة بالمشروع الكردي وإطالة أمد نفوذها في الشمال السوري وأسبقية سياسية لمجموعاتها في دمشق. الوفد عسكري بانتظار السياسيين في المرحلة المقبلة. فالمجموعات التي تعهدت بالذهاب إلى أستانا كبيرة، توقيع جيش الإسلام وفيلق الشام والجبهة الشامية وغيرهم، تحولت إلى وفد كما نص الاتفاق. محمد علوش سيستأنف في أستانا ما بدأه في جنيف بحلة عسكرية وعلى رأس الوفد. الألوية التركمانية الوفية لأنقرة نالت حصة الأسد، والحصة التركية تكبر أيضا مع الإخوان المسلمين والمجموعات التي قاتلت في الشمال السوري. لكن تشكيل الوفد لن يحول دون مواجهة مع النصرة، فأستانا تفضي حكما إلى مواجهتها لتقاسمها المعقل الأخير في إدلب، والوفد لن يكون مؤثرا من دون مشاركة أكبر المجموعات المسلحة القادمة على تحدي النصرة أحرار الشام التي ترفض الهدنة. كنا رفضنا هذه الهدنة وأعلنا عن رفضنا لها بشكل واضح لعدة أسباب. السبب الأول أن هذه الهدنة ارتبطت بحل سياسي غير واضح المعالم. أحرار الشام عاجزة أيضا عن اتخاذ القرار الذي يطالب به الأتراك. الشرعي أيمن هاروش قدم غطاء سياسيا لا يعترض ولا يدعم أستانا لتفادي انفجار الخلاف داخل أحرار الشام بين تيار الإخوان والقاعدة. حقان فيدان شكل وفده للوفاء بالتعهدات المقدمة إلى الروس، لكن الأولوية هي إنقاذ الاجتماع وعقده بأي ثمن في موعده. ديما ناصيف، دمشق، الميادين.
إلى اليمن، حيث استشهد طفلان وأصيبت امرأة بغارة للتحالف السعودي شمالية غربي تعز. مصدر عسكري أكد للميادين مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاهي معسكر العمري في مديرية ذباب ووادي الربيعة في مديرية صرواح. كما دمر الجيش واللجان 3 آليات لقوات هادي في منطقة الساق بمديرية عسيلان غربية محافظة شبوة. الجيش اليمني واللجان الشعبية يحققون تقدما ملحوظا على جبهة محافظة دعز. الجيش اليمني قال إنه نفذ عملية وصفت بالنوعية استهدفت قوات تابعة لرئيس هادي في مديرية ذباب الساحلية، أدت إلى مقتل وجرح العشرات بينهم قادة ميدانيون. الجيش اليمني قال أيضا إنه أحبط في محافظة شبوة محاولة تقدم لقوات هادي مدعومة بغطاء جوي كثيف باتجاه مديرية عسيلان غربي المحافظة إلى محافظة الجوف، حيث استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية بالمدفعية تجمعات قوات هادي في محيط مجمع المتونة. يأتي ذلك بعد ساعات من استشهاد الشيخ سالم الشرقي كبير زعماء قبيلة آل حزم مع آخرين بينهم نساء وأطفال من أسرته، إثر سلسلة غارات لتحالف استهدفت منزله وخياما مجاورة للمنزل في اليتمة شرقي المحافظة. طائرات التحالف شنت 7 غارات وألقت قنابل عنقودية على مناطق متفرقة في مديرية باقم بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف للقوات السعودية على مديرية منبه الحدودية غربية محافظة صعدة. ما وراء الحدود اليمنية السعودية، استهدف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمعات آليات الجنود السعوديين شرقية موقع القفل في جيزان ومعسكري جسر الصيابة وأبو المض والغاوية. في المقابل شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع الجيش واللجان في قرية قائم زبيد بجيزان. الجيش واللجان أعلنوا عن مقتل عدد من الجنود السعوديين في استهداف بالمدفعية لنقاط انتشارهم خلف منفذ علب في عسير وفي التلة الحمراء بنجران. إذن من العاصمة اليمنية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن. أحمد، زحف من قبل قوات هادي على نهم وزحف أيضا في ذباب على معسكر العمري، هل لا يزال هذا الزحف قائما حتى هذه الساعة أم انتهى؟ ماذا عن الاشتباكات في هذه المناطق؟ فتون، إذا ما بدأنا من نهم حتى هذه اللحظة ما زال الزحف قائما ومستمرا على منطقة حلبان، وهذه المنطقة تقع في يام وتحاذي السلسلة الجبلية المعروفة بيام والممتدة من نهم إلى الجوف ومأرب، وتقع إلى الشرق من نهم. مواجهات عنيفة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية تدور في هذه الأثناء في أطراف المنطقة، واستمرت أو دارت خلال الساعات الماضية بعد انطلاق محاولة الزحف على المنطقة مع قصف مدفعي متبادل وكبير يمتد على طول الجبهة الساخنة هناك، وتحليق مستمر لطائرة التحالف السعودي التي كانت قد شنت سلسلة من الغارات الجوية على شمال غرب المنطقة وعلى جبل يام أيضا. المعلومات فتن تشير إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة. طبعا المعارك لا تقتصر فقط على منطقة حلبان، بل تمتد إلى مناطق المدفون وأيضا أطراف أو محيط جبل القتب، وكما هو الحال إلى جبهة الجوف. أيضا كان هناك محاولة زحف أخرى في منطقة صرواح، هذه المحاولة اتجهت إلى وادي الربيعة، ووفقا لوزارة الدفاع اليمنية تمكن الجيش من صد وكسر هذه المحاولة. وأيضا قالت وزارة الدفاع أن أكثر من 15 عنصرا من الموالين لهادي قتلوا في المواجهات أو بقصف مدفع استهدف مواقعهم في وادي الربيعة. وأيضا كان هناك محاولة أخرى في جبهة شبوة وتحديدا في منطقة عسيلان، والمعلومات أيضا تفيد بانكسار زحف جديد هناك على موقعي العلم والساق، وأيضا مقتل نحو 35 من الموالين للرئيس هادي. بالنسبة لذباب، كان اليوم هناك محاولة هي الثامنة
على معسكر العمري، هذا المعسكر المهم طبعا تحت إسناد جوي كبير وقصف للبوارج البحرية هناك. الدفاع اليمني قالت أنه تم إحباط هذه المحاولة بشكل كامل مع استمرار المواجهة في محيط المعسكر وأيضا في الناحية الجنوبية لذباب وأيضا في منطقة الجديد. نعم. لكن أحمد، أيضا القصف المتبادل يمتد على الحدود أو المناطق الحدودية، كيف يبدو المشهد هناك بعجالة لو سمحت؟ نعم، غارات جوية مكثفة اليوم شنتها الطائرات السعودية على عدة مناطق حدودية في صعدة ومع تحليق أيضا على فوق المناطق الحدودية في حجات بالتزامن مع استهداف الجيش واللجان الشعبية لمواقع عسكرية سعودية وتمركزات الجيش السعودي في جيزان وفي عسير. المعلومات العسكرية تقول أن أكثر من 5 مواقع عسكرية سعودية اليوم تعرضت للقصف وأن خسائر مادية يعني نتجت عن هذا القصف المدفعي والصاروخي اليمني. أشكرك مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن على هذه المعلومات التي قدمتها لنا من هناك. إذن سيادة العميد، مثلث نهم عسيلان ذباب، نشهد بأنه في الفترة الأخيرة هناك المحاولات متعددة كثيرا لإحداث أي خرق من قبل قوات هادي، في أي إطار تأتي هذه المحاولات؟ لماذا إن كان عسكريا أو حتى إن أردنا ربطها سياسيا؟ هذا المثلث يتمثل الآن من منطقة باب المندب منطقة باتجاه تعز وأيضا من منطقة شبوة باتجاه عسيلان ومن منطقة المتون والجوف باتجاه نهام أو من أيضا من منطقة مأرب باتجاه نهام. هذا المثلث الآن تتصاعد فيه العمليات الهجومية، واضح أنه يستهدف إحداث خرق معين للدخول إلى الوسط. الوسط المتمثل في صنعاء نقطة رئيسية وهدف أساسي كان دائما، أو في تعز وكان أيضا دائما هدف أساسي. يبدو أن ليس الهدف فقط هو الحصول على نقطة ميدانية معينة، الهدف هو حصول على عنوان معين، على اسم مدينة معينة، لأن تستخدم في السياسة تستخدم معنويا، لأنه لا يمكن الحديث الآن بعد هذه المعارك الطويلة خلال أقل من سنتين بقليل دون السيطرة على بقاع معينة أو على ميادين معينة، إلا هم بحاجة فقط لعنوان لمدينة، لأنهم لم تنفع المساحات بعد الآن في إبعاد هزيمتهم، لأنهم حاولوا من كافة الاتجاهات، حاولوا في كافة التحالفات وباستعمال الطائرات. لماذا هذه المحاولات تتكرر الآن في هذه الفترة الأخيرة تحديدا؟ يعني هذه الفورة الآن يبدو أن لها ارتباط معين بتغيير سياسة معينة في موضوع الحرب على اليمن، قد يكون لها ارتباط بموضوع السياسة الأمريكية بعد الإدارة الجديدة. أعتقد أن هذا الموضوع قد يكون هناك مدة زمنية معينة أعطيت لوحدات التحالف في محاولة إنهاء موضوع اليمني والدخول بمفاوضات، لأنه لن يستطيعوا الذهاب إلى مفاوضات متعادلة أو متكافئة يعني دون الحصول على هدف ميداني. هو محاولة إحراز أو الإمساك بورقة رابحة قبل المفاوضات، قبل وصول ترامب إلى مقاليد الحكم الفعلي، يعني تنفيذ القرارات أو إعطاء القرارات. صحيح، لأنه يبدو أن هناك قرار بإنهاء الحرب اليمنية والسلوك باتجاه المفاوضات، ولن تكون مفاوضات متكافئة ورابحة دون الحصول على نقطة أو على عنوان أساسي على مدينة معينة من المدن الرئيسية التي حاولوا عليها خلال فترة الحرب وكانوا يفشلون. نعم، أشكرك سيادة العميد على كل هذه المعطيات والتوضيحات التي أفدتنا بها في ميدانية اليوم في كل الملفات التي طرحناها. إذن في الملف الأخير نتحدث عن البحرين، حيث تشهد جزيرة سترة البحرينية إضرابا عاما تمثل بإغلاق المحال التجارية وقطع الطرق غداة إعدام السلطات الشبان 3. هذا وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بقرار الإعدام، ويردد المتظاهرون في أنحاء مختلفة من البلاد هتافات مناهضة للسلطة. الله أكبر. Oh,
شوارع البحرين والمنازل ووجوه أبنائها اكتست بسواد الحداد. التظاهرات الغاضبة عمت طول البلاد وعرضها في مشهد أعاد عقارب الساعة إلى الوراء، وكأن ذكرى ثورة 14 من فبراير حلت على البحرينيين قبل شهر من الزمن. صور الشهداء الثلاثة رافقت من علت أصواتهم بشعارات ضد ملك البحرين، منددين بتنفيذ أحكام الإعدام السياسي بحق ثلاثة شبان يقول البحرينيون إنه لفقت لهم تهم بالقتل. الشرطة البحرينية قمعت الاحتجاجات مستخدمة الغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن المحرم دوليا وسيارات مدرعة هاجمت بعنف المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والمصابين ولا سيما في مناطق الديه والبلاد القديم والدراز. وشهدت منطقة السنابس خروج تشيع رمزي لشهدائها الذين تم إعدامهم، بالإضافة إلى خروج مسيرة حداد في الدراز في ساحة الفداء، بينما بدأ أهالي الشهداء بتلقي العزاء والتبريك على أرواح أبنائهم. انت زفيت بعد والله زفيت انت. وأدت المواجهات إلى قطع عدد من الشباب عدة شوارع في منطقة النويدرات وإلى استخدام المتظاهرين قنابل مولوتوف لإبعاد الشرطة التي لم تتوانى عن استخدام كل أساليب القمع لتفريق المحتجين. تنفيذ حكم الإعدام بحق الشبان الثلاثة دانته منظمات حقوقية عديدة، كما لاقت عملية الإعدام ردود أفعال دولية وعربية اعتبرت أن ما قامت به السلطات البحرينية هو بمنزلة إعدام لكل الخيارات المطروحة للتوصل إلى حل في البحرين. الميدانية انتهت، نذكر بعناوينها. القوات العراقية تحرر أحياء الجماسة والكندي والقيروان في الساحل الأيسر للموصل. داعش يحشد آلاف المسلحين لمعركة دير الزور، والجيش السوري يعيد انتشاره حول المطار ويصد هجوم التنظيم. تحرير كامل بلدة عين الخضراء في وادي بردة من سيطرة المجموعات المسلحة. احتجاجات في القرى والمدن البحرينية تنديدا بإعدام الشبان الثلاثة. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة. دمتم سالمين.